ليش اجينا لهون؟ البنزين خلص. وقته هلأ يعني؟ ما منطول، كلها 5 دقايق، فللها لو سمحت. تكرم راجعة. لك ليش هيك حظي دائما؟ هذا لأني مستعجلة. يا ليش هيك طالع شكلي؟ اف دخيل الله، شو رح تفرق؟ على أساس رح تطلع فيني؟ إذا كنت حلوة بتغير رأيها. إذا سمحتي لي ضل كم يوم وأكثر؟ بس طبعاً الموضوع ما بيهمها، ما بتفكر بغيرها. شو كان صار إذا بتتحمل شوي؟ وين المشكلة إذا بتعطيني فرصة لحتى أشرح لها؟ مراد بيك؟ هلا هي آخرتك توقفي تحكي مع حالك قدام المراية؟ كنت عم خانق ألوم حالي. لقيتي الشخص المناسب لتبهدلي. بنصحك إنك تعمل مثلي. هالطريقة كمان مناسبة للأشخاص المريضين اللي بيفشوا خلقهم بالعالم. بشوفك بكرة. قال بكره بشوفك. هذا هو مديري، كانه عم يقول لي بكره حسابك بالشركه. غليظ. لك شو هالمصروع هاد؟ عن جد يضرب بشكله. كل رجال مجانين، اصحك تعطيهم وش ما بيلبق لهم. ايه معك حق. قولي لي انت عن مين عم تحكي؟ مراد مدير الظالم الوقح اللي ما بينطاق. وانت؟ عن واحد غبي ما بعرف شو اسمه.